هذا الجبل يوجد غار مجهول غير محدود، لم يدخله المستغوِرون، يعرف بغار قندوس، وهذه القمة تعرف بجبل قندوس، سأتسلقها. الضبابة هيمنت علي. مرشدي يقف كنسر يراقب المكان، والصحبة تواصل السير بين الأحجار الكبيرة. نسير نحو قانون قندوس. ولا كي سميتو؟ قلت لي حاسي قندوس. يفري قندوس. يا صغير يا اسمع هدير الطائرة. نحن فوق القمة. منا ولا ماشي منا؟ هذا يفرينا قندوس. هذا هو بين ندخلوا له. عبد الكريم والله الا راك مخير، تبارك الله عليك اخو عبد الكريم. الله يلا براوه. الكلمه هاي ها؟ هاي الكلمه اللي تقولت عليه. اي الماء واه فين راه؟ فين؟ فين راه ذاك الزر عليك الفلاحه؟ اريد نهود شويه البورطه. ذاك الشجان هذاك علاش الماء يعني علاش مخدومه هذه كل شيء؟ هذيك هي اي الماء. يلا محمد نمشيو للغار. سأعرفكم على المكان عن كتب. هذا هو بابها، سوف أقترب لأعرفكم. هنا حوالي مترين من الحجارة الكبيرة والصغيرة والطين المعجون، فأغلق بابها ولم يبق إلا هذا المنفذ الصغير منه. تظهر ظلمة المغارة. مغارة إفريت قندوس عند شجرة الزيتون البري الزبوجة، وبابها أغلقت. ربما كان يخرج من هذه المغارة مخلوق من مخلوقات الله ويتأمل زرقة السماء وروعة هذه الجبال. رحل عنها الضباب، أو قد يباغتها الضباب غدا. فين غادي نمشيو؟ ديك البلاصة واحدة أخرى سميتها لي مرار، قلت لي مرار. هذا كان منتشر تاع مرار. واه كان تما سكوار وما بقى حتى واحد. ما بقى حتى واحد يعني منتشر مهجور مرار. مهجور قاتلو تما، قاتلو بني حدود وهذا مرار قاتلو. على عروسة. العروسة. إذا نتجه إلى مرار. يلا بسم الله. هو كاين تحفر ولا كاين حرق على زول؟ معروف. واه يصلح للسكر صحيح. معروف معدة أي حاجة حنا ناكلوهم يعني نورمال. عبد الكريم هو يضرب القلب ها؟ أنا عطيتو له. أو. قولي له ما عندك. راه قال لك عيان شوية وراه باللي راه. قلب. الكراني مزيان. القلب دوا. قول معايا تاكل غير العشوب. أنا عارف أنا القنيش. يقولوا له قنيش واحد السمية أخرى. واه. ما عنده واحد قنوت هذا قنوت سي قنوت. قارنو. هذه غادي نهودو لهم قلتو على القبور هيك. واه. البلاصة قلت لي مرات. مرات. هنا كانوا ساكنين. نهودو نشوفو دوك الأعطار. نزيدو نمشيو. هذا الجبل يقولوا له ماله. ماله الجبل ماله. وهذه اللي هنا هذو اللي هنا حصيده هذه. مرارت ما بقى حتى واحد. لا ميموال ما بقى حتى واحد. وكما نلاحظ بالعين المجرده فهذه كلها حجاره متبقيه من منازل هدمت كلها.
بينما تناثرت هذه الحجارة وهي متناثرة إلى حدود تلك الشجرتين هناك، ومتناثرة إلى حدود تلك الخرقوبة هناك. ما أكثر المداشرة التي نسيت وردمت بجبال بني إذناس. حاسي. هذا التخدم. هذا حاسي. التخدم. هذا كان يشربوا به. يشربوا به. وكان عندهم واحد من هذا اللي يشوفوا. هذه كلها آبر. هذا كل شيء. كان يستفد من هذا المشرب. هذا بلاصة الرسم. هذا اللي هنا يعني كانوا خاص. بلاصة ديالهم الرسم. ديالهم. ما بقى حتى واحد هنا. عم شافوك الاستعمار. سلام خويا. الله يرحم الوالدين. ميمون. كيف داير خويا ميمون؟ هذا في الجبل توا؟ الجبل واه. يستثمر في الغنم. جارنا واه. مرحبا خويا الله يكرمك. كي داير بعد الغنم شويه ولا؟ اه شويه. واش كاين شي ماكله شي؟ ناقصه. ناقصه شي علف شي. شحال من واحد اللي باقي يعزب هنا؟ العزب ما كانش غير السرح. السرح؟ شحال كاع من واحد اللي راه يسرح هنا؟ اه بزاف كاين 10. 10. ما هو ناقصه شويه. هو ناقصه العلاج. العلاج الله يرحمه. وين فين نمشيو؟ غادي نمشيو نوليو من العين. العين ديال تنرفط وديك العين اللي كنت قلت لي انا كنت مشيتها شفتها في واحد الوقت. واه كاين عاد العيون تما. يلا بسم الله توكل على الله. اذا نتجه نحو من اليمائيه. هذا مشربة كي سميتها هذي؟ ها نقولو احنا غير حاسد ديال الصروشية. والما يبان لي طالع. اه. عين مشربة. هذاك انت واش الناس تاكل حبة انت بغيت تاكل 4 كيلو. كليت القنيش. كليت البرتقال. زين واه حلو. حلاوة يا خويا بيضري. هذا هو برتقال نتاع مشربة مرار. تيت مرار. مع هاد الشميشة. رائع. من مشربة منير إلى مشربة تطرفت. هذه المشربة قديمة عرفت إصلاحات حديثة. المصدر ديال العين حقيقي. هذه العين كان يستفيد منها أولاد عيسى أولاد ميمون. هذه مسجد. كي سميت؟ أطلال مسجد. كي سميت هذا المسجد؟ كي سميتها؟ شحال عندها قبل؟ وكلها مساجد صغيرة يعني نفس المساجد كتجرف على المساحة الصغيرة. مسجد قديم. من تابع هذه؟ منشر ولاد ميمون. ولاد ميمون. ولاد عيسى. قبرة قديمة. بزاف. ندخلو نشوف. هذه هي المقبرة اللي راها داخل غادي ندخلو. داخل. سيدي إبراهيم. واه سيدي إبراهيم. بابون. إيه بسم الله. باب بطول نصف متر. ندخلو نشوف شو كاين.